ما هو الورع وكيف أكون ورعا؟ الورع باختصار ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما مما فيه بأس، هذا اختصار الورع، ترك ما لا بأس به خشية أن يقع فيما فيه بأس، هذا باختصار هو الورع. الإنسان يترك شيء جائز لكن يخاف، لماذا تركته؟ تسأله لماذا تركته؟ يقول أخاف أني أقع في الحرام أو أخاف أني يجرني الحرام، فهو ترك ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. ويقول سفيان الثوري ما رأيت أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. ما رأيت أسهل من الورع، كلما شككت في شيء تركته. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا هو الورع، أن يتقي الإنسان الشبهات، يبتعد عن الشبهات، هذا من الورع. صلى الله عليه وسلم، اجعلنا وإياكم من أهل الورع.